السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي تلاميذ وتلميذات السنة الأولى إعدادي مسار عام وكذلك مسار دولي درسنا اليوم إتماما لدروس مادة الفيزياء هو درس يحمل عنوان المقاومة الكهربائية La résistance électrique من إعداد الأستاذ أيوب بومعزة نبدأ directement إذا نبدأ بارك الله بسم الله إذن كالعادة نبدأ دروسنا في مادة الفيزياء بأهداف الدرس إذن أهداف هذا الدرس هي ثلاثة أهداف أساسية نبدأ أول أهدافنا وهو مفهوم المقاومة الكهربائية ثم الهدف الثاني وهو قياس وتحديد قيمة هذه المقاومة الكهربائية والهدف الثالث لهذا الدرس وهو تأثير هذه القيمة أي قيمة المقاومة الكهربائية على شدة التيار الكهربائي التي تعرفتم عليها في الدرس السابق لدرس التيار الكهربائي المستمر إذن نبدأ أول أهدافنا من أهداف هذا الدرس وهو مفهوم المقاومة الكهربائية وكما تعودتم أعزائي التلاميذ أن دروس مادة الفيزياء نبدأها دائما بوضعية مشكلة يتخللها بعض الأسئلة الإشكالية إذن وضعيتنا المشكلة لهذا الدرس وهي كالتالي تعطل تلفاز تلميذ اسمه أحمد فلنقرأ مع بعضنا البعض هذه الوضعية تعطل تلفاز تلميذ اسمه أحمد فذهب لإصلاحه فدار حوار بينه وبين المصلح فقال أحمد لهذا المصلح لقد تعرض تلفازي إلى العطب ولا أعرف سبب هذا العطب فقال له الذي سيصلح له الجهاز بطبيعة الحال بعد فحص هذا التلفاز إلى آخره السبب الناتج عن إتلاف تلفازك يا بني أحمد هو أحد الموصلات الأومية فتساءل التلميذ أحمد هنا ما دور هذه العناصر التي اسمها الموصلات الأومية وما تأثيرها على شدة التيار وهنا قد طرح هذا السؤال ما تأثيرها على شدة التيار لأنه قد تعرف سابقا في الدرس السابق أن للتيار الكهربائي المستمر له شدة للتيار ونعلم أن مفهوم شدة التيار مدى تأثير هذا التيار في دارة كهربائية أي أنه كلما كان تيار كهربائي له شدة كبيرة كلما كانت احتمالية إتلاف الأجهزة داخل هذه الدارة أكبر. لذلك هو قال أن جهازي قد أتلف بفعل شدة التيار ولكن تساءل لماذا هذا المصلح قال الموصلات الأومية إذن درسنا اليوم يجب أن نعرف ما هي أو ما هو مفهوم الموصل الأومي لكي نربطه بأول أهداف هذا الدرس هو مفهوم المقاومة الكهربائية إذن لنذهب مع بعضنا البعض أعزائي التلاميذ لنساعد أحمد على فهم هذا أو إجابتنا على هذا السؤال الذي طرحه أحمد في التعرف على دور هذه الموصلات الأومية إذن للإجابة على هذا السؤال سنجيب عليه كالعادة في آخر الدرس كما تلاحظون لدينا هنا صفيحة إلكترونية تحتوي على مجموعة من العناصر الإلكترونية نحن ما نريد من هذه الصفيحة إلا هذه المركبات الأسطوانية الشكل التي فيها حلقات ملونة كلكم قد تكون رأيتم هذه الأسطوانات أو المركبات ذات شكل أسطوانية إذن نبدأ هدفنا أو من أهداف هذا الدرس في شرحه أي مفهوم المقاومة الكهربائية بالصورة التالية هذه الأسطوانات الملونة هذه الأسطوانات الملونة أعزائي التلاميذ ما هي إلا موصلات أومية أي التي قالها المصلح للتلميذ أحمد الموصلات الأومية هي التي لها أشكال الشكل الأسطواني الذي به مجموعة من الحلقات الملونة ما هو الموصل الأومي؟ هو عبارة عن مركبة إلكترونية لها مربطان أي تعد من ثنائيات القطب وهنا سأعيدكم مباشرة إلى درس الدارة الكهربائية البسيطة وقد تعرفتم أن جميع العناصر التي تحتوي عليها دارة كهربائية بسيطة من عمود وأسلاك وقاطع تيار ومصباح هي عبارة عن ثنائيات القطب لماذا؟ لأنها لديها مربطين يمكن أن تكون متماثلة ويمكن أن تكون غير متماثلة فيما بينها هذه المرابط بالنسبة
الموصل الأمي نلاحظ أن مربطاه متماثلان، أي أنه لا يمتاز مربط عن مربط آخر بحيث الأول موجب والآخر سالب، وإنما لهما نفس الطبيعة. إذن عندما نسمع موصل أمي ما هو إلا عنصر إلكتروني يدخل في مجال الكهرباء، له مربطان متماثلان. هذا الموصل الأمي ما علاقته بالمقاومة الكهربائية؟ هو عبارة عن عنصر يرتبط بمقدار اسمه المقاومة الكهربائية، أي أن كل موصل كهربائي يمتاز بمقدار اسمه المقاومة الكهربائية، وهذا المقدار كهربائي. إذن نطرح على نفسنا السؤال التالي: جميع المقادير الكهربائية التي تعلمتموها وكذلك المقادير الفيزيائية بصفة عامة، على سبيل المثال الكتلة، الحجم، شدة التيار، التوتر الكهربائي، كلها لها رمز، فلذلك كذلك المقاومة الكهربائية سيكون لها رمز يستخلص حرفه من الاسم الأول اللاتيني لهذا المقدار، وهو R، أتانا من resistance. وكذلك ما دام هذا مقدار فيزيائي يجب أن يكون له قيم، إذن ما دام لديه قيم أي يمكننا قياسه أو تحديد قيمته فلا بد أن نجد له وحدة. من وحدات أو الوحدة العالمية للمقاومة الكهربائية أعزائي التلاميذ هو الأوم. إذن الوحدة العالمية للمقاومة الكهربائية هي الأوم، نرمز للمقاومة الكهربائية بالحرف R، وحدتها أوم، ورمزها الرمز التالي وهو أوميغا. هذا الرمز أوميغا لا يوجد في اللغة الفرنسية وإنما يؤخذ من بعض اللغات الإغريقية واليونانية، هو رمز اسمه أوميغا. إذن الآن نستنتج أو يمكن أن نقول أننا اكتسبنا من هذه الفقرة أن كل مقاومة كهربائية هي مقدار كهربائي لها رمز اسمه R ولها وحدة اسمها الأوم ورمزها أوميغا. الآن بعد معرفتنا مفهوم الموصل الأومي وأن كل موصل أومي يتميز بمقاومة كهربائية اسمها أو نرمز لها بR، لابد من رمز اصطلاحي من أجل تمثيل هذه المقاومة، لأننا لا يمكننا أن نرسم المقاومة بهذا الشكل مثلها مثل العمود وبقية العناصر الكهربائية. لذلك من رموز أو الرمز الاصطلاحي الذي يجب عليك كتلميذ أن ترسمه في دفترك وهو هذا الرمز ذو شكل مستطيل يتخلله في داخله حرف R، وR كما قلت لكم أعزائي التلاميذ نسبة لاسم المقاومة الكهربائية. وهنا نكون قد أنهينا أول فقرة، أي مفهوم الموصل الأومي وعلاقته بالمقاومة الكهربائية. الآن نذهب إلى كملحوظة، ما دام للمقاومة الكهربائية، ما دام لها وحدة رئيسية وعالمية وهي الأوم، إذن لابد لهذه الوحدة أن يكون لها مضاعفات أعزائي التلاميذ وأجزاء. إذن من مضاعفات وأجزاء الوحدة الأوم التي هي وحدة المقاومة الكهربائية والتي بدورها هي مميز من مميزات الموصل الأومي، وهي كالتالي: الكيلو أوم. لا يأتيكم غريبا كلمة كيلو أوم، فهي مثلها مثل الكيلو جرام، الكيلو أمبير، الكيلو فولت، فكلها لها علاقة نفسها مع الوحدة الرئيسية العالمية وهي الأوم. فواحد كيلو جرام يساوي 1000 جرام، وواحد كيلو أمبير يساوي 1000 أمبير، وواحد كيلو متر يساوي 1000 متر، وكذلك واحد كيلو أوم يساوي 1000 أوم، أي 10^3 أوم. وهذا الترميز يمكن أن تكون قد شاهدتموه في مادة الرياضيات كارتباط مع مادة الفيزياء. ومن بين الوحدات الأكثر كذلك استعمالا والتي يمكن أن تصادفوها في حياتكم اليومية وكذلك على مستوى الدروس سواء على هذه السنة أو في السنة القادمة، هناك وحدة الميلي أوم، وهي التي تساوي 1/1000 من الأوم، أي 10^3 أو بصفة أخرى 0.001 أوم. وكذلك هناك الوحدة الثالثة، وهي كذلك من الوحدات الأكثر استعمالا لوحدة القياس أو التعبير عن المقدار المقاومة الكهربائية، وهي الميجا أوم أو 1 ميجا أوم، الذي يساوي 10^6 أوم أو 1,000,000
أم. وهناك قد نكون أو نكون قد أنهينا الوحدات الأساسية التي ستصادفها عزيزي التلميذ سواء على مستوى التمارين التطبيقية أو على مستوى الأجهزة التي يمكن أن تلامسها في مؤسستك في مادة الفيزياء التي يمكن أن تحتوي على هذه الوحدات الأساسية. إذن نمر إلى الفقرة الأخرى وهي الهدف الثاني من هذا الدرس، كيفية قياس أو تحديد قيمة المقاومة الكهربائية. أنا هنا سأقوم بتجزئ هذا الهدف إلى جزئين أساسيين. الجزء الأول وهو قياس قيمة المقاومة الكهربائية. وعندما نسمع كلمة قياس قيمة مقاومة كهربائية فهنا يجب أن نبحث ونطرح السؤال التالي على بعضنا البعض أحبتي التلاميذ، وهو ما هو الجهاز الذي نستعمله لقياس قيمة المقاومة الكهربائية؟ وكيف يمكن تركيب هذا الجهاز؟ لأننا درسنا في الدروس السابقة أنواع التراكيب، فأي جهاز كهربائي لابد أن نعرف كيف يتم تركيبه، والأنواع هي كالتالي: تركيب على التوالي أو على التوازي. إذن لنذهب مع بعضنا البعض لنكتشف كيف يمكن تركيب جهاز المقاومة أو جهاز الذي يقوم بقياس قيمة المقاومة الكهربائية. إذن لقياس المقاومة نستعمل جهازا الأوم أو الأوميتر، عفوا الأوميتر، حيث يتم ربطه مع مربطي الموصل الأومي من كلا مربطي الموصل الأومي من أجل تحديد قيمة هذا الموصل الأومي. وهذا الجهاز هو كما تلاحظونه في الصورة رغم أنه غير واضح 100%، لكن أحبتي التلاميذ قد تعرفتم مع الأستاذ أن في درس التيار الكهربائي المستمر هناك مجموعة من الأجهزة من بينها جهاز الأمبيرمتر والفولتمتر، لكن لقد تطور العلم ولم تعد هذه الأجهزة معزولة عن بعضها البعض، فاستطعنا أن ندرج هذه الأجهزة في جهاز واحد وهو جهاز متعدد القياسات. هذا الجهاز يمتلك القدرة على قياس مجموعة من المقادير الكهربائية، لكن نحن في هذه الحصة في صدد قياس قيمة المقاومة الكهربائية، لذلك سنستعمل هنا فقط هذه الفقرة الخاصة بحساب أو قياس قيمة المقاومة الكهربائية. لذلك من أجل قياس أي قيمة كهربائية، أي مقدار كهربائي، لابد أن نحترم هذه الجملة أعزائي التلاميذ، وهي اختيار العيار المناسب من أجل قياس هذه القيمة أو هذا المقدار. العيار هنا أساسي من أجل الحفاظ على سلامة الجهاز من الإتلاف، وكذلك من أجل تحديد قيمة تكون أكثر دقة. لذلك مثلا نريد أن نقيس مقاومة كهربائية قيمتها مثلا 200 أوم، فالعيار الذي يجب اختياره يكون أقرب ل 200 أوم وهو 2 كيلو أوم، ولا يمكننا أن نختار 200 كيلو أوم لأن القيمة هنا لن تكون أكثر تحديدا ودقة، ولا يمكن أن نأخذ قيمة أقل من 200 أوم لأننا سنؤدي إلى إتلاف هذا الجهاز. إذن كخلاصة لهذه الفقرة، ما عليكم إلا أن تعرفوا أن الجهاز الذي يستعمل لقياس أو لتحديد قيمة المقاومة الكهربائية وهو جهاز الأوميتر، وهو جهاز يركب مع مربطي الموصل الأومي من أجل معرفة قيمة المقاومة الكهربائية. نذهب أحبائي التلاميذ إلى الفقرة الثانية من هذا الهدف، وهو تحديد قيمة المقاومة الكهربائية دون استعمال جهاز كهربائي، أي أننا لن نستعمل فقرة تطبيقية وإنما حسابية. إذن من أجل تحديد قيمة مقاومة كهربائية نلاحظ مثلا في هذه الصورة أحبتي التلاميذ هذا موصل أومي، وكل موصل أومي يتميز بمقاومة كهربائية. إذن هذا الموصل الأومي كما تلاحظون، أول ملاحظة وأول سؤال تطرحونه على أنفسكم: لماذا هناك هذه الحلقات الملونة؟ لماذا يا أستاذ هناك هذه الحلقات الملونة؟ هذه الحلقات وضعت من طرف الصانع من أجل تحديد قيمة المقاومة الكهربائية. مثلا نلاحظ أن هذا الموصل الأومي له 3 حلقات على اليسار معزولة عن الحلقة الرابعة التي توجد على اليمين. إذن نقرأ هنا: توجد 3 حلقات ملونة على أغلب الموصلات الأومية تمكن من تحديد قيمة مقاومتها، وتدل الحلقة المنفردة الرابعة على نسبة المقاومة
الكهربائية، أي نسبة الخطأ التي يمكن أن تقع فيها قيمة المقاومة الكهربائية. إذن من أجل تحديد قيمة المقاومة الكهربائية انطلاقا من هذه الحلقات الملونة، نتبع الخطوات، أو قبل أن نتبع الخطوات يجب علينا أن نستعمل ما يسمى بالرمز العالمي للترقيم المقاومة المبين في الجدول التالي. إذن أحبتي التلاميذ، كما تلاحظون لدينا جدول هنا فيه مجموعة من الألوان، ونعلم أن الموصلات الأمية كذلك فيها حلقات بها مجموعة من الألوان. الصانع الذي صنع المقاومة الكهربائية وضع بها ألوانا في هذه الحلقات. أنت كتلميذ سيكون لديك هذا الجدول سواء على مستوى الفرض أو على مستوى الكتب التي تدرس بها. هذه الألوان كل لون يرتبط برقم معين، مثلا الأسود له لون أصفر، والبني له لون واحد، والأحمر له رقم اثنان، والبرتقالي له رقم ثلاثة، وهكذا إلى آخره. إذن لنذهب مع بعضنا البعض لنحدد أو لنعرف كيف يمكننا تحديد قيمة المقاومة الكهربائية باستعمال هذا الجدول. إذن لنتبع الخطوات والمراحل التالية. المرحلة الأولى التي يجب عليك أنت كتلميذ أن تتبعها، وهي وضع المقاومة الكهربائية على شكل التالي، حيث تكون الحلقات الثلاثة الملونة المقتربة من بعضها البعض على يسارك، ثم الحلقة المنفردة تكون على يمينك. هذه هي الخطوة الأولى. ثم الخطوة الثانية، اللون الأول، وأحبتي التلاميذ تلاحظون أن اللون الأول هو لون أحمر. إذن اللون الأول بالنسبة لنا يحدد الرقم الأول من قيمة المقاومة. نبحث في الجدول عن الرقم الأول، عن اللون الأحمر، رقمه 2. إذن الرقم الأول من قيمة المقاومة هنا هو 2، رمز المقاومة R، والرقم الأول من قيمة المقاومة 2. إذن R تساوي 2، أولا نضع 2. ثم نذهب إلى الخطوة الثانية، وهي أن اللون الثاني أعزائي التلاميذ كما تقول الخطوة الثانية يحدد الرقم الثاني من قيمة المقاومة. ما هو اللون الثاني؟ أحمر. إذن قيمة اللون الأحمر 2، إذن 2 و2 هنا تعطينا 22. ثم الخطوة الثالثة، وهي الخطوة الثالثة التي تختص أو تخص الرقم الحرف اللون الثالث عفوا، اللون الثالث هنا هو اللون الأسود، وهذه الخطوة تدل على عدد الأصفار بعد الرقم الثاني. عدد الأصفار هو اللون الأسود، اللون الأسود رقمه هو 0، إذن عدد الأصفار هنا 0، ليس لدينا أي صفر. ومنه نكون قد خلصنا إلى أن قيمة المقاومة هي R تساوي 22 أوم، مع اعتبار أن هذا اللون الذهبي أو الفضي يحدد نسبة الخطأ ب 5% أو 10%. من أجل أن نستوعب أكثر وأن نفهم أكثر هذه الفقرة أحبتي التلاميذ، سنذهب إلى مثال تطبيقي من أجل فهم الأكثر. كما تلاحظون لدينا هنا مقاومة كهربائية أو موصل أومي له مقاومة كهربائية التالية. اللون الأول، قلنا اللون الأول يحدد الرقم الأول 1 لأنه بني، واللون الثاني يحدد الرقم الثاني لأنه اللون أسود رقمه أصفر، واللون الثالث يحدد عدد الأصفار. ونذهب نبحث عن اللون الثالث، ما هو؟ هو البرتقالي. والبرتقالي نعلم أن البرتقالي في الجدول السابق البرتقالي رقمه 3، إذن عدد الأصفار هنا هو 3. إذن حصلنا هنا على قيمة المقاومة الكهربائية، وهي كالتالي: الرقم الأول 1 أي بني، والرقم الثاني 0 لأنه أسود، والرقم الثالث برتقالي أي 3 أصفار، واللون الأخير يعني نسبة الخطأ أي زائد أو ناقص 5%. وهنا نكون قد حددنا قيمة المقاومة الكهربائية سواء باستعمال تقنية الألوان أو سواء باستعمال جهاز الأوم ميتر. إذن كخلاصة لهذا الدرس، يمكن تحديد المقاومة الكهربائية أعزائي التلاميذ بطريقتين: موصل أومي، بطريقتين جهاز الأوم ميتر، أو كذلك باستعمال طريقة الترقيم بالألوان.
وهنا نذهب إلى آخر أهداف هذا الدرس، وهي تأثير هذه المقاومة الكهربائية على شدة التيار الكهربائي التي تمر في دارة كهربائية. ومن هذا الهدف يمكننا هنا أن نجيب عن السؤال الإشكالي الذي طرحه زميلكم أحمد في بداية الدرس. إذن نبدأ على بركة الله الهدف الأخير بتجربة ننجز الدارتين الكهربائيتين التاليتين. الدارة الأولى كما تلاحظون، وقد تعلمتم في الدرس السابق مجموعة من الأمور التي ستسهل عليكم فهم هذا الهدف. تلاحظون أن لدينا هذه دارة كهربائية تتكون من عمود وأسلاك ومصباح وجهاز الأمبيرمتر، وقد عرفتم في الدرس السابق أن جهاز الأمبيرمتر يركب على التوالي، لذلك تم إدراجه في هذه الدارة على التوالي لأنه يشكل حلقة واحدة مع بقية عناصر الدارة. جهاز الأمبيرمتر تعرفتم في السابق على أنه يستعمل لقياس مقدار فيزيائي كهربائي يهتم بالذي هو شدة التيار، ونرمز لها بالحرف E. شدة التيار التي قاسها هذا الجهاز أعزائي التلاميذ قيمتها هنا 0.5 أمبير. لدينا هذه الدارة الكهربائية يمر فيها تيار كهربائي شدته 0.5 أمبير. الآن نذهب إلى التجربة الثانية لنرى الاختلاف ما بينها وما بين التجربة الأولى. نلاحظ هنا لما قمنا بإدراج مقاومة كهربائية موصل أومي، لديه مقاومة كهربائية معينة في هذه الدارة، وكما تلاحظون أحبتي التلاميذ قد تم إدراج هذا الموصل الأومي بشكل على التوالي. إذن شكلت هذه الأجهزة حلقة واحدة مع العمود. بعد إدراج هذا الموصل الأومي، الملاحظة التي يمكن أن تلاحظها عزيزي التلميذ هو أن قيمة شدة التيار التي يقيسها جهاز الأمبيرمتر قد قلت، كانت 0.5 وأصبحت 0.2. إذن هنا نطرح التساؤل، ماذا يحدث إذا قلت شدة التيار؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال يجب أن تستذكروا مفهوم شدة التيار، وشدة التيار هي مدى تأثير التيار في دارة كهربائية. إذن الاختلاف هنا سيكون على مستوى إضاءة المصباح. فبالنسبة للشكل الأول، وأنا أعتذر لأنني وضعت لكم مصباحان لهما نفس التمثيل، هنا هذا المصباح ستكون شدة إضاءته أشد وأقوى من المصباح الثاني لأن شدة التيار هنا أقل. إذن لأي سبب يرجع هذا النقصان في قيمة شدة التيار؟ ليس هناك أي سبب باستثناء وضعنا لهذا الموصل الأومي، إذن سيكون هو السبب الأساسي في انخفاض شدة التيار. يعني كملاحظة يمكننا أن نقول إضاءة المصباح في التركيب الثاني ضعيفة مقارنة مع إضاءة المصباح في التركيب الأول، ويمكن إذن أن نخلص أن شدة التيار تنقص عند إضافة موصل أومي إلى دارة كهربائية، لأنه هو السبب الوحيد الذي لوحظ وهو المسبب إلى ضعف وقلة قيمة شدة التيار. ومنه كخلاصة نستخلصها على شكل استنتاج لهذا الدرس، يعمل الموصل الأومي عند إدراجه على التوالي في دارة كهربائية على مقاومة شدة التيار الكهربائي المارة في هذه الدارة إذن كإجابة لنا أعزائي التلاميذ على السؤال الذي طرح في بداية هذه الحصة وفي بداية الدرس، لماذا أحمد قد تساءل لماذا ما دور الموصل الأومي هنا وعلاقته بشدة التيار؟ قد تعرفنا إذن أن الموصل الأومي هو الذي يساهم في مقاومة شدة التيار. إذن إذا كان الموصل الأومي هو الذي يساهم في مقاومة شدة التيار، فإذن هو مسؤول عن حماية مختلف العناصر التي تكون تلك الصفيحة التي تحتوي عليها التلفاز. فعندما أتلف الموصل الأومي ارتفعت شدة التيار فسببت في إتلاف جهاز التلفاز. إذن موصل الأومي ضروري في الأجهزة الكهربائية. وختاما لهذا الدرس أشكركم أعزتي التلاميذ، ونقول في الأخير الحمد لله رب العالمين.